سبحان الله، حتى طلعت على بحث قدمه أحد البروفيسور في الفيزياء، نسيت اسمه الآن، قدم في إحدى القنوات، وكان معه لابتوب، مع كمبيوتر محمول، وفيه عدد من الشرائح التي تفيد فيما سأذكرها الآن. تكلم هذا الدكتور عن تأثير قراءة القرآن في الماء، ثم قال، وهو مع يعني أستاذ دكتور يعني بروفيسور في الفيزياء في فيزياء الماء، يقول أجريت أبحاث على الماء، ووجد أن الماء يتركب كما تعلمون من H2O، وفيه تركيبات كيميائية لما تكبرها عبر الميكروسكوب يظهر لك أشكال معينة لهذه الجزيئات، الذرات الموجودة فيه. يقول فاكتشف أن الماء لما تقول لك كلام طيب، تقول الماء أنا أحبك، أنت جيد، كذا، يقول تختلف تركيبته عن لما تقول في الكلام كلاما آخر يعني فيه نوع من السب أو التقريع أو نحو ذلك، ما علينا من هالكلام. يقول جربت أن أقرأ القرآن، لما اطلعت على هذا البحث جربت أن أقرأ القرآن في الماء، جربت أن أقرأ القرآن في الماء. يقول فأخذت الماء وقرأت في سورة الفاتحة، يقول ثم فحصته وانظروا إليه قبل وبعد، وضع البروجيكتور على وضع الشاشة على الكاميرا، فإذا الذي لم يقرأ عليه القرآن الجزيئات متلخبطة كذا كأنها حجارة مبعثرة، والذي قرئ عليه القرآن مركب كأن حبات الماس قد ركبتها سداسية وخماسية وثمانية، ومركبة تركيب بأجمل المناظر. ثم قال الدكتور هذا، قال مرة من المرات حضرت مؤتمرا في فيزياء الماء وتركيبات الماء، حضرته في كندا. يقول ففي فترة الاستراحة قالوا لنا كل واحد يأخذ الماء الذي أمامه ويقول فيه كلاما معينا، ولأجل أن نفحص الماء ونرى يعني كيف شكل، يتسلون يعني فترة الاستراحة. يقول فأخذت الماء، أردت أني أقول له أحبك ومدري إيش، قلت تدري إيش أحبك، خليني أقرأ آيات. يقول فقرأت سورة الفاتحة ووضعت رقمي على الكأس ومشى. يقول فلما فحصوه تعجبوا، فإذا هو أجمل منظر ظهر عندهم، لأنهم يضعونه بالبروجيكتر مباشرة. قالوا هذا تبع من؟ تبع رقم 15 دكتور فلان. نعم، أنت الماء جئت به من الخارج معك؟ قلت لا والله هذا الماء حقكم. طيب إيش قلت؟ قلت والله قرأت قرآن. قالوا لا غير معقولة، التركيبة هذه أكيد في مواد كيميائية، نريد أن نتأكد، خذ هذا ماء جديد اقرأ فيه. يقول لما صارت المسألة التحدي قلت لا إذن خلني أتوضأ. أي والله مدام مسألة تحدي كذا. يقول طلعت وتوضأت ورجعت، يقول وأقرأ في سورة ياسين كاملة، هم واقفين فوقي، ما خلص كلامي؟ قلت لا ما خلص. يقول وأقرأ سورة ياسين كاملة ثم أعطيتهم إياه. يقول فأقسموا جميعا وتعاهدوا أنهم لم يروا من قبل مثل ما هذا المنظر طوال أبحاثهم التي أجروها.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.